السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيدي. أنا بنت عمري 14 سنة راح أصير، وأنا عايشة بدولة غربة. أنا عايشة بأستراليا، وأنا أمي ربتني على التربية حيل يعني زينة، يعني تعلمني على الصح والغلط، وأنا لبسي محتشم، وأنا أروح أصلي كل الصلوات الواجبات والمو واجبات، وأنا أروح أصوم شهر رمضان، وهم أصوم أيام مستحبات، يعني أقرأ أحاديث كل يومية، أحاول أن أقرأ قرآن بالإنجليزي، وأحاول أن هم أروح أتعلم عربي عشان العربي مالتي مو كلش قوية. يا سيدي يعني عائلتي تعرف ان انا يعني اصوم واسوي كل هذا. انا يعني حتى لو اروح مثلا مدرسة اكثرتها اجانب ماكو وايد مسلمين، انا احافظ على ديني، ما اروح وياهم اسوي اشياءهم، او يعني مرات يمكن اغار بس اروح افهم، اروح افكر هاي الدنيا ترى ما تسوى. فيا سيدي يعني انا حيل احب ديني، بس أنا كنت تيني أفكار فجأة يعني سيئة. شكرا. ارفع صوتي، خلي اسمع صوتي، ارفع صوتي. أفكار أنا ترى أعتبر كافر، عشان هذلي الأفكار بس كانت تيني سيئة عن الله سبحانه وتعالى وعن أهل البيت وآل البيت. يعني أنا ما أدري ليش قاعد تيني هذلي الأفكار، أتأذى حال أتأذى منهن، يعني مرات ما أقدر أنام منهن، يعني أروح أصلي استغفار وايد علشان يعني أضل يعني ساعات وايدة أحاول بس ما يروح. يعني أنا أتذكر العام كانت يعني هم أفكار مزينة، بس ما كان عن إسلام، كان عن شيء ثاني. ورحت سويت دعاء للإمام الحسين عليه السلام إنه يشفيني من هالشغلة، والحمد لله إنه هو شفاني. فكل يوم هذا صار العام، والحمد لله شفاني، والحين صرت زينة من هالشغلة، والحين أصلي لركعتين كل يومية. وهم أقول، مو أنا سويت نذر هم، إن أقول أشكرك. الحمد أشكرك. لله. بارك الله فيك. بارك شكرا الله. أريد ينتشر هذا الكلام، هي ينتشر ومقطعهم ينتشر، مو أنه يعني سووا مقطع ينشروا. شوفوا، إحنا بنت في فترة المراهقة 14 سنة وتعيش في بلاد البلاد أستراليا منفتحة بعيدة عن الدين، ودولة بعيدة عن المجتمع، أصلا هو مو متدين. وهي شوفوا إخواني، رسالة أمها ربتها خير تربية، بيتهم بحفاظ وتربية والتزام، تقول أنا محجبة محتشمة، أشوف صديقاتي رح نسوي أشياء مو زينة، وتقول أنا أتأذى، تقول أنا أغار، ولكن أفكر أنه هذا حرام والله ما يقبل، وملتزمة ومتمسكة بدينها. إخواني أخواتي اللي تعيشون بالعراق وفي الدول الإسلامية، هذه حجة عليكم يوم القيامة. البنات اللي الآن على حال علاقات وارتباطات وسوالف تعبانة، هذه حجة عليكم يوم القيامة، هذه حجة عليكم يوم القيامة. صوم وصلي، الصوم سوى مستحب، تقرأ القرآن باللغة الإنجليزية، هذه حجة علينا. فإذا يمكن إنسان أن يمسك نفسه حتى لو كان في استراليا، يقدر يمسك نفسه حتى لو كان في أفسد أماكن المجتمعات، بس المهم أن أهله أمه تشتغل وتربي وهو يكون صاحب إرادة. بس أقول لها يا بنتي يا عزيزتي، أنت هواي واعية، أنت أوعى من كثير ممن يدعون الوعي، وانت اتقى ممن كثير ممن يدعي التقوى. انت رمز، واقعا انت رمز، بس تخافين هذا نزغ الشيطان يجي. فاذا اصابك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله من الشيطان، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقولين يعني العام الماضي كان عندي هالوسوسه والحمد لله راحت، الان هم ادعي الله سبحانه وتعالى، انا هم الان امام قبه اميونين ادعو لك اللهم بعلي بفاطمة بالحسن والحسين، يا رب شافي هذه ابنتنا الطيبة، ابنتنا المحجوبة المحترمة العفيفة، اللهم شافها مما ابتليت به من نزغ نفسي وشيطاني.
لا تتأذين، لا تبكين بابا، وانت في سلامة من دينك. وهذه الأفكار اللي تيجي على حال ابعديها بالاستغفار والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وأنا أسألك الدعاء، أنا شخصيا أسألك الدعاء، لا تنسين من الدعاء حبيبتي.